أشرف أمس وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي على افتتاح دورة التأهيلية السابعة للطلبة المترشحين في المسابقات الدولية، الدورة التي تدخل في إطار اهتمام الجزائر بالتعليم القرآني وتطوير وتأطير الطلبة، يشرف عليها ثلة من الأساتذة الوطنيين والدوليين في التعليم القرآني، حيث تم تسخيرهم وتأطيرهم لتشريف الجزائر في المحافل الدولية. هذه الدورة تمكن الطلبة المتسابقين والطالبات المتسابقات من بعض المهارات العلمية. هناك دورة أخرى للمرة الأولى، اللي هي الدورة التأهيلية للمحكمين الذين يشاركون في لجان التحكيم. نريد منهم أن يتفقوا على معايير تحكيمية وأن يناقشوا بعض الأشياء التي يمكن أن تكون أسسا لتكوين أساتذة يعني محكمين جدد.